الحدود والحقوق. هالملف بينقسم لثلاث ملفات. الأول هو ملف الترسيم، وهون بدنا نرجع لسنة 2007 لما لبنان راعى لتفاوض مع قبرص. اقتصرت هالاتفاقية على النقاط من 1 ل6 مع تراجع عن النقاط الثلاثية بالجنوب والشمال. استغلت إسرائيل الأغلاط والتراجع عن النقطة 23 الثلاثية بالاتفاق مع قبرص لتعتبر أن حدودنا البحرية الجنوبية هي الخط رقم 1. من جهة تانية، الجيش اللبناني عمل ترسيم للحدود واقترح الخط رقم 23 كحدود لألنا معتمدا على تقنية الاتجاه العام للشاطئ. من بعدها بيجي المبعوث الأمريكي هوف اللي اشتغل على وضع خط بين 1 و23 بيحمل اسمه. بوقتها الكل وافق على هالاقتراح باستثناء جبران باسيل، وصاروا الأفرقاء اللبنانيين يتشكوا عليه عند الأمريكيين إنه بسبب رفضه عم بيطير الاتفاق. لما بلش الحكي عن الخط 29 راسل رئيس التيار جبران باسيل وزارة الدفاع يلي جاوبت إنه الخط 29 إجا نتيجة بحث علمي خاص بأحد الضباط، وإنه الجيش متمسك بالحدود المعلنة بحسب المرسوم 6433 على 2011، يعني متمسك بالخط 23. لبنان اليوم حصل الخط 23 بالإضافة لكامل حق الأنا مع الضمانات الأمريكية والفرنسية بالاستئناف الفوري للأنشطة البترولية بالمياه البحرية اللبنانية. هالربح للبنان بلش من المعادلة السيادية اللي أرساها جبران باسيل بخطابه الشهير ب 21 أيار 2022: لا غاز من كريش، من دون غاز من قانا. ومع جبران رجعت المناقشات إذا لبنان بيطلع له أكثر من 23 لما الإسرائيلي كان مصر على الخط رقم 1 والأمريكي على خط هوف. الملف الثاني هو النفط. أطلق دورة المناقصات فيه جبران باسيل من بعد ما استلم الوزارة من دون أي قصقصة ورق بهالموضوع. 17 آب 2010 أقر مجلس النواب قانون الموارد البترولية بالمياه اللبنانية يلي تم استتباعه ب 27 مرسوم تطبيقي. من بعدها عملت وزارة الطاقة مسح ثنائي وثلاثي الأبعاد ليرجع الوزير باسيل يطلق دورة التراخيص ب 2 أيار 2013، وبلش بدورة التأهيل يلي بتجذب 46 شركة من أكبر الشركات العالمية، منها 12 شركة مشغلة و 34 شركة على أساس صاحب الحق غير مشغل. عرقلوا المراسيم 4 سنين لحين وصول فخامة الرئيس ميشيل عون، وبأول جلسة بأول حكومة بعهده وضع على جدول الأعمال هالمراسيم ووقع لبنان مع 3 شركات أجنبية للتنقيب ببلوكان. وزارة التيار بالطاقة وضعوا كل القوانين اللازمة لحماية الثروات بأكبر قدر ممكن، والوزير باسيل وضع القانون رقم 132 على 2010 يلي بيذكر فيه الصندوق السيادة لضمان أموال الثروة النفطية للأجيال الجاية. ثالث ملف هو الاستراتيجية. استراتيجيا الأهم من الحدود هو الثروات والتنقيب، يعني الازدهار، يعني استقطاب رؤوس الأموال وانتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية يلي غرقوه فيها عبر الحصار اللي بلش بطمس الحقيقة بتقرير التنقيب بالبلوك رقم 4 واستطبع بالأزمات المختلقة يلي واجهناها. بالنتيجة التاريخ رح يذكر بلبنان مين نكر وجود النفط، مين تنازل للعدو، مين تواطأ، ومين ضحى بثروات لبنان، ورح يذكر مين رجع فتح الملف ومين رفض الرضوخ للأمر الواقع، مين فاوض، عاند، تعاقب وبالآخر انتصر ورجع للبنان حدوده وحقوقه، مين بلش عهده بمراسيم وأنهيها بالترسيم.